بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي الأحبة، بنات الغاليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا يريد أن يربح، في رأيكم ما هو أكثر ما يربحنا؟ هل هو العقار أم التجارة؟ والتجارة لها فروع كثيرة، أم الذهب أم العملات؟ ما الذي يربحنا من بين هذه الأشياء أكثر شيء؟ اسمحوا لي أن أقول رأيي، قد لا توافقونني عليه، ولكنني مطمئن إلى صحته. أربح شيء هو الزواج. تبتسمون، ربما تضحكون، ربما تسخرون، لكني مصر على أن الزواج أربح شيء. لهذا أنصح الشباب المعرضين عن الزواج والبنات المترددات في الزواج، توكلوا على الله وتزوجوا. تقولوا لي نحن منشوف من حولنا المشاكل والنزاعات والأزواج في المحاكم والمخافر والنزاعات والشجارات والمشاكل، شو بدنا من هالوجع الرأس، خلينا عزاب مرتاحين. صدقوني، هذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالزواج وخاطب الشباب فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. الزواج ربح كله. تقولوا لي كيف؟ اشرح لنا، فهمنا، أقنعنا. طيب ماشي، أول شيء يمكن أنت في حياتك الزوجية أن تستعمل وتحرص على الكلمة الطيبة، وشرحنا كثيرا أن الكلمة الطيبة صدقة، فشوف كم تربح من كلمات طيبات تكسب بها صدقات عندما تخاطب زوجتك، تثني عليها، تشكرها، تتغزل بها، حتى الغزل لك فيه صدقة، نعم، لأنه كلمة طيبة، تقدرها، تدعو لها، كل هذه الأمور فيها صدقات. ترزق بعدين منها الأولاد، تسمع أولادك عيالك كلمات طيبات، هي لك صدقات. كل ما جاء ولد تسمع كلام طيب، هذه صدقات. طيب، هل هذا هو الكلام الطيب فقط؟ لا، أيضا تبتسم في وجوههم، تبتسم في وجه زوجتك عندما تعود إلى بيتك، عندما تخرج من بيتك، عندما تضع لك الطعام تبتسم في وجهها، تبسمك في وجه أخيك صدقة. هذه كمان، شوف كم ابتسامة منذ أن تتزوج إلى آخر العمر، كلها صدقات لك. إذا ابتسمت في امرأة في الطريق تقول إيه أنا ببتسم للمرأة في الطريق، لا، هناك تأثم، تأثم إذا ابتسمت لامرأة لا تحل لك، لكن ابتسامتك لزوجتك جائزة بل تثاب عليها. إنفاق، تقول لي دبحتني بدها فلوس، عطني 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 عطني. طيب عطيها، أنت تؤجر بكل دينار تعطيها إياه، تنفقه على نفسها، على عيالها، تصرفوا على البيت، تزين فيه البيت، تشتري أجهزة للبيت، كل هذا لك فيه أجر، فهذا كسب. إذن أيضا فلوسك أحسن ما تخزنها في البنك أرصدة تحاسب عليها يوم القيامة وستتركها لورثتك، لا، خليها أنت ومتع فيها زوجتك وعيالك، أريح لك وبتربح كل دينار. كما نذكر الحديث دائما: دينار أنفقته على أرملة، دينار أنفقته على مسكين، دينار أنفقته في سبيل الله، دينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الدينار الذي أنفقته على أهلك. فليش أنا فلوسي أضيعها هون وهون وهون، أصرفها على زوجتي وعيالي وأكسب أجور وحسنات وصدقات. ترزق منها الأولاد، والأولاد استثمار لما بعد الموت أيضا، أثناء الحياة يدعون لك بالصلاة: ربي اغفر لي والدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. وبعد أن تموت هل انقطع أجرك؟ لا، ما زال أبناؤك وبناتك وربما أحفادك وحفيداتك يدعون لك: ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. فيستمر الأجر كما في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أولها ولد صالح يدعو له. الله، إذن هذا أيضا أرباح. شوفوا احسبوها كم. تنظر إلى زوجتك نظرة رحمة شفقة حب، إلى أولادك نظرة رحمة شفقة حب،
تكسب بذلك أجر. إن الرجل إذا نظر إلى امرأته ونظرت إليه نظر الله إليهما نظرة رحمة، فإذا أخذ بكفها تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما. عصبت عليها وبدك تكسر راسها، سمعت منها كلام آذاك، ثم ضبط أعصابك، كتب لك الصدقة، كسبت أجرا، لأنه كف الأذى فيه ثواب لك. وهي أيضا، هذا الكلام ليس موجه للرجال فقط، للنساء أيضا، كل اللي ذكرناه، كلمة طيبة، الابتسامة، الإنفاق على الزوج وعلى البيت، ومشاركة الزوج بالإنفاق على البيت، لك فيه أجر، الولد الصالح مقصود فيه أنت أيضا، ولد صالح يدعو لك، يعني لك أيضا، أنت كأم ممكن أنت أكثر. النظرة الرحمة، كف الأذى إذا عصبتي على زوجك، فأيضا لك فيه أجر، وكمش ضبطت أعصابك فما صرخت عليه، بل في وعد صريح خاص بالمرأة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، وفي الرواية: من أي أبوابها الثمانية شاءت. يا سلام، تدخل من في باب الصدقة، في باب الصلاة، باب الريان تبع الصوم، باب، هذه الأبواب ثمانية يدخل منها المسلمون، اللي متصدقون كثيرا باب الصدقة، والصائمون كثيرا من باب الصيام. المرأة التي تموت أو يموت زوجها وهو عنها راض تدخل الجنة، يقولونها من أي باب شئتي روحي، الأبواب الثمانية، تدخلي من أبواب الثمانية يدخلي، شيء جميل. إذن الزواج أرباح، حتى الصبر الذي يصبره الرجل على زوجته والمرأة التي تصبر على زوجها فيه أجر، كما نذكر دائما أجر الصبر عظيم وكبير. لا تنصرفوا عن الزواج، أقبلوا عليه. لا أعدكم بأنكم ستعيشون حياة كلها عسل، طبعا في خلافات، في نزاعات، وفي مشاكل، وفي طلبات، لكن كل هذه فيها أجور. نحن مأمورون بأن نكثر نسل المسلمين، لكن النسل الصالح طبعا الذي نربيه على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نريد أن هذا المجتمع أن يكون أفراده كلهم صالحين. فتعرفون مجتمعات أوروبية، لا أريد أن أذكر دولا بعينها، صار عندهم تناقص في عدد السكان، يعني مع مضي السنين يمكن أن ينقرضوا، الوفيات أكثر من المواليد. نحن الحمد لله يعني كما يقولون أمي ولادي. فلا تنظروا إلى الزواج تلك النظرات السلبية أرجوكم، بل تفاءلوا وأقبلوا وأقدموا واستعينوا بالله وتوكلوا عليه، واكسبوا هذه الأجور التي هي تجعلنا نقول إن الزواج كنز، وهو أربح من العقار، وأربح من التجارة، وأربح من الذهب والفضة وكل المعادن الثمينة. لا تترددوا، أقبلوا وأطيعوا ربكم وأطيعوا نبيكم صلى الله عليه وسلم لما دعاكم بل أمركم بأن تتزوجوا وتحرصوا على الزواج. كثير من الأئمة الصالحين ما إن تتوفى زوجته حتى يبادر إلى الزواج، قلوا ليش طيب طول بالك لسه ما صار، قل لا أخشى أن أموت عزبا ما في مالي متزوج. وأرجو أنتم أيضا أن تخشوا أن تموتوا عزابا. دعواتي لكم بأن يرزقكم الله زوجات صالحات، وأن يرزق البنات أزواجا صالحين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.